هذه الحلقه تشوفوه ان شاء الله تشوفوا لحظتكم حتى الاطفال تاع الجزائر تاع العالم راح يشوفوكم ان شاء الله. ايوا اليوم واش يصادف واش من بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراكم واجب كل تلميذ وحين وصولها عندي كما عودتكم عمو يزيد على الحصة مع عمو يزيد كاين كذلك عمو يزيد شول هي الحفلات تاع عمو يزيد اللي يرافق فيها الأطفال في المناسبات والأعياد وكذلك تبت كذلك في العطل. إذن اليوم رانا هنا بمناسبة أول محرم واليوم العالمي للمعلم باش نحتفلوا مع الأطفال. يا أطفال الدنيا جميلة وأنتم أجمل، لازم تعيشوا مراحل طفولتكم، لازم تلعبوا، لازم تمرحوا، ولكن ما تنساوش الواجبات تاعكم وما تنساوش كذلك البر بالوالدين مهم مهم جدا. كاين رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم وكاين رسالة بمناسبة أول محرم، كاين أغنية جديدة راح نغنيها للأطفال، أغنية صلة الرحم، باش نتكلموا دائما على صلة الأرحام مهمة جدا في حياتنا وحنا النمط المعيشي تاعنا كمسلمين وكجزائريين. صلة الأرحام مهمة جدا. أنا كنت صغير كنا كي نروحوا نزوروا الأقارب وكما كنت نفرح ولا يجونا الأقارب نفرحوا بزاف. إذن حبينا نزرعوا هذا القيم هذو في أطفالنا. صلة الأرحام مهمة جدا. نشوف عمو يزيد محرم شهر مليح أول سنة هجرية. نحفل هذا اليوم الديني ولازم نعبدوا ربي فيه ونديروا الصوالح ملاح.